بعد افتتاحه من قبل نقيب المحامين مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة، يشهد إقبالاً كبيراً من السادة المحامين. وبهذا تكون نجحت سياسة الأستاذ عبد الحليم علام في تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للسادة المحامين وأسرهم. اختتمت النقابة العامة للمحامين فعاليات الدورة التثقيفية التاسعة للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، والتي تعقد بنادي المحامين النهري بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. النقابة العامة للمحامين تعقد دورة جديدة للسادة المحامين وأسرهم في الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وتنطلق في 10 سبتمبر الجاري بنادي المحامين النهري بالمعادي. لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين تعقد لقاءً تشاورياً بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات حول الحقوق والمعوقات التي تواجه المحامية في مجال عملها. ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين كشوفاً بأسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2023.